بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن تنظيف سلك الشباك بكل سهوله. زي ما احنا شايفين ان في هوا بره وما شاء الله عندنا المكان مفتوح من جميع الجهات، فالتراب بيدخل لنا يعني صاحب بيت مش ضيف ولا اي حاجه. فهننظف السلك من غير ما نعفر الستاير ولا نطرب الكراسي ولا اي حاجه منه. تعالوا بس نشوف سوا مع بعض هنعمله ازاي. معانا فردتين شراب، اي شراب قديم عندك، وشويه ميه بس كده. نجيب الشراب ونعصره كويس ونلبسه في ايدينا ونطلع على الشباك. هنفتح الشباك، نحط ايد ورا السلك وايد قدام السلك ونمشيهم الاثنين في نفس الاتجاه، يعني الاثنين قدام الاثنين على بعض كده، مفيش واحده تسبق الثانيه لا ورا ولا قدام عشان الوصال مفيش شباك. حركات دائريه كده وهتتفاجئوا بكمية التراب اللي طالعة من الشراب ده في المية دلوقتي. شوف كمية التراب اللي هتنزل قد ايه في المية. من غير اي منظف، من غير اي حاجة، لان الموضوع ده بيحصل دائما وابدا، يعني بحكم ان احنا في مكان مفتوح. وهنا شباك مره تانية نلبس من نفس الحكايه. شوفوا الميه بقت عامله ازاي، برضو حركات دائريه كده عشان لو في حاجه فاتت من المره الاولانيه نجيبها في المره الثانيه. يعني على الجنب الثاني من الشباك نفس الحكايه، ايد ورا وايد قدام، وبرضو ما يسبقوش بعض، وخصوصا اللي ورا لو سبقت اللي قدام هتدخل التراب جوه البيت. نلبسه كده حركات دائريه. وانت رايحه للشباك تقولي انه نضيف ما فيهوش تراب ولا اي حاجه، لكن لما تعملي كده وتروحي عند الميه تتفاجئي بكميه رهيبه من التراب اللي نزلت في الميه من الشراب. هنلف على كل شبابيك بنفس الطريقه. النظافه يا جماعه مش مكلفه خالص ومش محتاجه ميزانيه فوق الميزانيه بتاعتك، شويه ميه وفردتين شراب. المايه بتعمل ازاي؟ كل اسبوع بيحصل نفس المنظر ده. نجيب بقى الخشب اللي جنب السلك بالمره معانا. كده الشباك اهو ما فيهوش اي تراب. مكان اللي بيقفل عليه الشباك. شايفين كمية التراب والمية بقت ايه؟ وزي ما قلت لكم دي اسهل طريقة وافضل طريقة، لان انا جربت قبل كده تنفيض السلك بالفوطة كان كل التراب اللي جوه السلك بيدخل جوه البيت. يا رب تجربوا الطريقة وتعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.